مرحبا شباب، اليوم راح نشرح لكم عن موضوع الإيميل الجامعي وشلون تستخدمه وشنو الفوائد مالته. أولا حتى ندخل الإيميل الجامعي مالتنا، ندخل موقع الكلية، ننزل على صفحة البريد الإلكتروني، نضغط عليها، راح تنفتح لنا هذه الصفحة. ندخل الإيميل مالتنا اللي نريده، ندخل الباسورد، راح يطلع لنا إنه أنت أهلا وسهلا بيك بحسابك الجديد بجي سوت. اكسلت راح يريد من عندنا انه ندخل باسورد جديد. الباسورد الجديد فشي انتم من اختياركم، لازم يكون في الباسورد قوي. سوي تشين الباسورد. حاليا اول دخول ودانا الى صفحة الجيميل اللي هو البريد الالكتروني مالتنا. هنا راح نتأكد انه احنا داخلين بالايميل مال الكلية. عندنا مجموعة تطبيقات جوجل مفرتها تسهل لنا العمل. اول تطبيق اللي هو جوجل دوكس، اللي هو يوفر لنا نفس متطلبات الجوجل مايكروسوفت اوفيس وورد. فحتى لو ما عندك وورد الحاسبة وعندك تعديل على بحث على اي كان، تقدر تستخدم الدوكس. الشيت اللي هو الاكسل شيت، السلايدز هو الباوربوينت، الدرايف اللي هو يعطيك وحدة خزن سحابية تقدر تخزن بيها معلوماتك وامورك وفايلاتك وملفاتك، الخزن غير محدود. بس المشكله وين؟ من تتخرج ان شاء الله بخير وسلامه هذا الايميل راح يتوقف. عندنا بعد الميت حتى تسوي محادثات جماعيه فيديويه، تشات محادثات عاديه، جوجل كيب من التطبيقات الممتازه اللي تدون بيها ملاحظاتك اللي تريد تراجعها بعدين، رابط تريد تزوره بعدين، اي ملاحظه تريد بتنساها تخليها بجوجل كيب. جامبورد اللي هو تطبيق وايت بورد، تقدر انت او الاستاذ يكتب على السبوره ويطلع يمك، وبعدين تقدر تحمل هذا الشيء كبي دي اف. الكلاس روم هو التطبيق اللي احنا نعتمده بالتعليم الالكتروني. بعد ما يسوي الاستاذ المحاضره مالته راح يدز لك رقم الانضمام للمحاضره. راح يطلع لنا هنا خيارين، يا اما انت ستودنت يا اما انت تيتشر. في حال تختار ستودنت تقدر تسوي انضمام للدرس، في حال انت تيتشر ما تقدر تسوي انضمام للدرس. فنسوي جوين كلاس، ندخل رمز الكلاس اللي اعطيناه الاستاذ، ندخل الرمز اللي تريده ونسوي جوين. للعلم طبعا البريد الالكتروني الجامعي او الاكاديمي يوفر لك مجموعه من الخدمات ممكن تبحث عنها في القهوة بالإنترنت، كاشتراكات مجانية، كتخفيض على الأسعار، كتخفيض على التيكتات، ممكن أنت بعدين تطلع عليه وتستفاد من عنده. لهنا أنا بعد ما عندنا شيء، شكرا جزيلا لكم ونشوفكم بخير وعافية.